مع ضيفتة الأخبار الليلة الدكتورة ريم عبد الملك، وهي أستاذة الأمراض الجرثومية بالجامعة التونسية. سنحاول فيها الربط مع تصريحات السيدة نصاف بن علي حول أنه بعض الأشخاص لا يمتثلون دكتورة إلى مسألة العزل الذاتي. ما هي أهم السلوكات الفضلة أو التوصيات الفضلة التي يجب على الأشخاص والأفراد الالتزام بها حتى نقي المجتمع التونسي؟ عصيمة، بالنسبة للعدوى، العدوى قلنا هي تصير بالهواء قريب الإنسان قاعد يكح وهو مريض، دونك يخرج في الفيروس في الهواء، وإلا مش تكون باليدين، على خاطر أنا كيف نكح مش نعدي الـ 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 أي حاجة مش نشدها، وإلا كيف نشدك نسلم عليك مش نعدي لك يدك، وانت كي تهز يدك لوجهك مش تتنفس الفيروس. اذا لمزيد التوضيح دكتوره، الهواء يعني الرذاذ الذي يخرج من الفم عند الحديث او العطس او الكح، هذا هو وقت التفصيل. الكحان. نعم. وقت الكحان الهواء اللي يخرج من الرويري هذاك باش يكون فيه الفيروسات، والفيروسات هذيا ما تبعدش ياسر على الانسان اللي قاعد يكح، مترو اكثر حاجه وما تنجمش تقدم اكثر. نعم. دونك انا كي مش نكون قريب ياسر للانسان اللي قاعد يكح عندي امكانيه نتاع عدوى كبيرة. دونك احنا باش نحميو رواحنا اش مش نعملو؟ اول حاجه ما نسلموش باليد في المده هذه الكل، ما نمدش يدي باش نسلم، نسلم على السلامه، والا كما يعملوا اليابانيين، والا على السلامه ببساطه من بعيد. نعم. وبيناتنا هذيك المسافه نتاع مترو اللي هي ما تقلش نعم. على متر بالمستحسن. نعم. مش نحاول اللي انا ما نقبلش الانسان، ما نبوسش العبد اللي قدامي، ما نفرحش بيه بزيد، معناتها على السلامه من بعيد واكهو، دونك ما نسلمش باليد، ما نبوسش، ما نعنقش، هذه الاولى. نعم. ثاني حاجه باش نغسل يدي قد ما نجم في النهار، كل مره نشد حاجه، كل مره نتفكر روحي نغسل يدي بالماء والصابون. اذا ما عنديش ماء وصابون يلزمني نغسل يدي بحاجه فيها الكول، مع سوليسيون هيدروالكوليك هذيك. اذا ما عنديش سوليسيون هيدروالكوليك حتى حاجه فيها الكول ما يسلش، معناتها حتى الكول بلان ما يقلقش، المهم اني ما نقعدش ما نغسلش يدي بالكول. واضح. خاصلين اليدين هذايا في قواعد، لازم يكون على الاقل 20 ثانيه، ويلزمني نغسل يدي كاملين وما بين اصابعي والابهام والسبابه، هذوما يلزمهم يتغسلوا بالكدا بالكدا، مع الفرق يعني مع يلزمني نغسل نفرك مش نعمل هكا هكا. بعدين يلزمني نمسح الاسطح هذايا الكل، القاعه بالماء فيه شويه جافيل، علاش؟ خاطر الفيروس هذايا فيروس حساس في الـ في الـ في الـ في الطبيعه، ما هوش يقاوم، كي يبدا في بلاصه شيحه ما يفوتش 3-4 سوايع ويموت، خاطر يشيح. اما اذا في بلاصه فيها ماء والا منديه يجم يقعد ايامات. دونك احنا قد ما نبداو نمسحوا بالماء والجافيل في الاماكن العامه، ما زاد في الدار قد ما خير. بالنسبه للحياه اليوميه، مش نحاولوا احنا قد ما نجمو ما نمشيوش للبلايص فيهم برشا عبيد، علاش؟ خاطر كي مش نوليو برشا عبيد في بلاصه واحده مش نكونوا قراب ياسر لبعضنا. يعني الفضاءات العامه عموما، والفضاءات اللي يكون فيها برشا يجيوها الناس، يعني أي. المحلات التجاريه، الاسواق السينما، المسرح، مش نمشي نصلي الجمعه اذا معناتها على غالب ما نجمش ما نمشيش، نهز على الاقل السجاده نتاعي باش كيف انا مش نخلي راسي فوق السجاده، نعرف معطس فوقها حد، مكح فوقها حد. مي اي حاجه فيها تجمعات مش نمشي للستاد كيف كيف، ماذا بيا ما نمشيش، مش نمشي لاي بلاصه فيها. احنا مثلا وقفنا لي كونغري، بقرار من الوزاره، والوزاره التعليم العالي كيف كيف عملت نفس الحاجه. دونك اي حاجه فيها تجمعات نتاع ناس مش نقصوا فيها على الاخر، خاطر هذاك فما الامكان اللي انا مش كون قريب ياسر الانسان اخر، وفما الامكانيه زادة اللي هو فما شكون قاعد يكح وهو ما في علمش بروحه ليه هو مريض. دكتوره، فما الموازعات الاليه نتاع الفلوس، الناس توا اكثر معاملات الافراد هي بالموازع الالي، شنو هو نصيحتك ليهم اذا كان يتعاملوا مع الموازع الالي في سحب الاموال؟ وهي هذه حركه يقوموا بها تونس يوميا تقريبا. هي مش كان سحب الاموال، فما لاسانسور، فما مش نكتب حاجه على الاورديناتور، المساعد الاليه ولا المساعد الاليه ولا اي حاجه شدوها عباد قبلي. هذيك يا نحاول اللي انا نخلي بابي مشواغ في يدي، كي مش ننزل على البوتون ننزل ويدي محميه بابي مشواغ، نلوحه في البوبيل جوست ابخي.
اذا مش نعيط للاسانسور كيف كيف بالبابي مشوار واللوح المشوار في البوبيل. قد ما نحمي يدي قد ما خير. اذا انا ما عنديش مشوار فوقي نجم يكون عندي لانجيت نمسح السطح هذاك بالكدا قبل ما نمسه بيدي، ومن بعد نمسح يدي انا بالسوليسيون هيدرواليكوليك والا بالالكول، نحاول نفركهم مليح باش نعرف اللي انا ايديا نظافه. شكرا لك دكتوره ريم، كانت لنا معك وقفه اولى، سنعود اليك.